تحديات كبيرة تعرقل تمكين المرأة النجفية بشكل خاص والعراقية بشكل عام وتسلمها مناصب قيادية أبرزها العادات والتقاليد المجتمعية وطبيعة المجتمع الذكوري الذي اعتاد على وجود الرجل في مواقع صنع القرار. أسباب ناقشها عدد من الحاضرين في جلسة حوارية أقامتها مؤسسات مجتمع مدني تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة. يمكن المرأة يهتم بقضايا المرأة بكل مجالات الحياة، واليوم راح نطلع بتوصيات. هذه التوصيات إن شاء الله تتقدم إلى الجهات المعنية لحل مشاكل المرأة، مساواتها مع الرجل من ناحية، تبوأ المناصب الإدارية من ناحية، المشاركة السياسية. تحدثنا عن البعض من التوصيات، وسنتحدث في توصيات أخرى لنخرج بها لخلق بيئة، لانبثاق فريق محلي في محافظة النجف يسعى إلى خلق بيئة آمنة للنساء للمشاركة الفعالة لتمكين المرأة. منظمات مجتمع مدني وناشطات النسويات رأن أن تمكين المرأة يتطلب إتاحة مناخ واسع يسمح للمرأة بالتخلص من واقعها الاجتماعي والقيود المفروضة عليها واستغلال الفضاء الديمقراطي لتحقيق تطلعاتها. لغاية الآن إحنا عدنا نشوف إنه المرأة ما لها فت قوانين ضامنة لحقوقها، أو إنه شغلة الإشكالية المجتمعية العادات والتقاليد إنه تمنع المرأة إنه تفصح عن حالات العنف اللي تواجهها، وكذلك الدعم قد يكون حتى العشائري، إحنا نحتاج إلى دعم عشائري باعتبارنا إنه إحنا كمناطق هي الصوت العشائري هو الصوت المسموع. لحد الآن أكو فت يعني خلينا نقول إنه مضعف بهذا الجانب، أكو فت خجل بهذا الجانب لدعم المرأة. ودعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى تطبيق أحكام الدستور فيما يخص حقوق المرأة وحمايتها من العنف ومساواتها مع الرجال في جميع المجالات. لم تحظى المرأة العراقية بالتغيير الذي كانت تطمح له بعد التغيير السياسي الذي حدث عام 2003، إذ لم تزل مشاركتها في العملية السياسية والوصول إلى مناصب صنع القرار دون الطموح. علي الحاجة الحرة، النجف.